we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. يا جماعة أنا مش عارفة أصور لكم أبدا من كثر الزحمة اليوم في السوق. يعني أقسم بالله أول مرة أشوف هذه الزحمة لأن العيد قريب وزي كذا في كل الناس طالعة. المهم شوفوا هذا حلو. الله شوف الألوان. أحس ودي أروح للبحر الحين حالا بالا. أبي أروح بحر يتجنن الألوان تفتح النفس. أقسم بالله يحمس لهذا اللي طلع كده البحر وحركات. هذا تجنن مرة حلوة. حتى هنا شوفوا أشتري هذه ألبسها داخل الغرفة أعيش الأجواء مع نفسي وأخذ مناشف. شوفوا هنا باع فيه بيجامات حلوة. هاي تفتح النفس حتى الألوان حقها. شوفوا الفستان هذا مرة حلو صيفي بحت. وشوفوا هذا بعد اللي تحت حلو. شوفوا هذا مرة حبيتهم صراحة. الصيف دخل شوفوا كده الملابس تفتح النفس ألوانها. يا ربي الفساتين الصيفية بحت كده تهفهف أقسم بالله. حتى قماشها مرة يتجنن. معليش بس هذا الصيف صراحة ملابسهم تفوز. شوفوا هذا أوفر كيوت. خلصت من المحل هذا بطلع في لسه محلين ونشوف عاد. المحل هذا أعشقه مرة يجنن مرة يجنن. والقطعة اللي يبيعها مرة حلوة صراحة. يا ليل في أغاني هنا مرة يجنن. وش الكيات هذه والقماش حقه شيء ثاني أقسم بالله مرة حلو. تدرون إيش في خاطر العيد هذا؟ أبي أكشف. أبي أشتري كذا ملابس كشوفية مع مين؟ مع نفسي بس إنه كذا أقعد في البيت أسوي شعري أسوي ميك اب أعيش أجواء العيد. عرفتوا كيف؟ ففي لبسة معينة في بالي أنا أبغاها. في شيء معين في بالي أبغاه إذا لقيته راح أشتري. إذا ما في خلاص نعيد بالبيجامة عاد شو نسوي. أيوة زي كذا اللي أبغاه. شوفوا تنورة ويجي معاها هذا من فوق بس ما أدري. ألوان خايسة. إيش هذا؟ ما في غيرهم؟ أسود. أحسنا أسود. أحب الأسود بس عاد مو في العيد. أحس too much. والبني أحس البني حلو بس كل ملابس البني. أحتاج ألوان ثانية. هذا إيش؟ هذا بنطلون.
ما في والله، بس هذه الالوان الموجوده بس. عارفين انا كنت ابغى شيء زي كذا، شوفوا حتى النوره تكون كذا، حس مره حلو تطلع في اللبس اللي زي كذا، ومن فوقها تلبس حقها البدي، بس ما في. رجعت لكم من جديد. صراحة أول ما رجعت من السوق كنت مرة تعبانة كذا، قعدت شوي أبو ساعتين بدون أي عمل، فقمت الحين قلت لما حط ماسك الصدر على شعري، شريت هذا قبل فترة صراحة حلو للحين كويس يعني، حطيت مرتين تقريبا، فالحين بسويه معاكم. وبالمناسبة ما عندي بصل أحمر فبحط هذا الأبيض، أتوقع ما في مشكلة صح؟ الطريقة اللي بسويها الطريقة المعتادة، ناقص الطريقة اللي بسويها أخذتها من التيك توك صراحة، في مليون ألف طريقة احترت من بينهم، بس أتوقع أكثر شيء عليه مدح اللي هي طريقة وعد التركي زي ما يقولوا، اللي هي موية البصل والثوم. أنا حط زبادي عشان ما ينشف شعري والسكر، بس هذا هو. في بعضهم يضيفوا زيت وزي كذا، فبنات بالله أي أحد تحط سدر وزي كذا ونفعل معاها اكتبوا لي طريقتكم تحت. بقعد كذا كل فترة بغير شوي لين ما ألاقي طريقة تزبط معاي مية مية. صراحة تحمست إني أستمر على الصدر من كثر المدح والتعليقات اللي تطلع لي في تيك توك طبعا، فقلت أنا برضو أشوف نفسي إيش الموضوع أجرب. فهل في أحد منكم جرب الصدر ونفع معاه وإيش النتائج اللي لقيتوه زي كذا؟ اكتبوا لي تحت التعليقات تمام، خلونا نستفيد ونفيد بعض. البصل أحس كده يكفي، وتحطه كده كم فص ثوم. صراحة أول ما أسوي هذا ريحة الصالة تصير، اللهم لك الحمد والشكر، ليش أسوي عاد؟ والله العظيم الريحة تمسك في الصالة بشكل مو طبيعي، ريحة الثوم والبصل، بس ما زلت مستمرة. تدرون خلطة الثوم والبصل هذه، موية البصل والثوم، من زمان وإحنا نسويها. أتذكر أختي كان شعرها يتساقط كانت تسوي، وكل ما أقول لأمي إنه شعري يتساقط وزي كذا تقول لي روحي سوي موية البصل والثوم. والله الحين أنا قاعدة أسوي هذا جيت في لحظة إدراك إنه ترى أنا كنت أسويها من قبل برضو بس بدون السدر، عارفة، بس كنت أستخدم الموية حقت البصل والثوم، لأن شعري ما شاء الله تبارك الله يطيح بشكل مو طبيعي وما زال مستمر. يعني أنا وعيت على نفسي وشعري يتساقط وما زال يتساقط إلى يومنا هذا. أبي أتابع المسلسل، أبي أتابع المسلسل يا حبيب. المهم طحت في المسلسل هذا اسمه المتوحش. آخر 3 أيام ما عندي لا شغل ولا مشغلة غير إني أتابع المسلسل هذا، فأتوقع راح أختم كله في يومين. ارجع وراء. تدرون ايش احس لازم اشتري الفرشة هذه اللي كده تعرفوا، بحط لكم صورتها هنا، لان الصدر قاعد يتعبني مرة وانا احطها
بالذات انه شوفوا انا اسوي سائل حرفيا مره سائل، ف قاعد تصير صعب وانا قاعد احطه، بس مو مشكله. ما اعرف، ما احس بقدر اصور وانا احط، ف بحط بعدين ارجع لكم. تمام يا جماعه، انا بنهار انا بنهار، اقسم بالله صار معاي افشل موقف في الحياه ممكن يمر علي. انا للحين حرانه من كثر الفشل، تخيلوا. شوفوا، ساره كانت بتجي عندي، اوكي، صاحبتي ساره، فانا كنت طالبه اكل ونسيت عن الاكل، والله العظيم طلع من بالي في الباب دق، قلت اوف خلاص اكيد هذه ساره لانها قالت لي انه بتجي تاخذ الكرت حقها واشياء. فانا لسه يدوبي بديت احط الصدر على شعري، فحطيت نص والنص الثاني كشه، فقال لك ايش اختكم في الله راحت تستظرف. قلت بروح اخوفهم، ففتحت الباب ويا ليتني فتحت زي البني ادم الطبيعي يا اسراء. وتخيلوا طلع مين؟ طلع حق توصيل الاكل. يا ربي بموت، اقسم بالله تمنيت الارض تنشق وتبلعني. ليه يا اسراء؟ ليه تستظرفين؟ ليتك فتحت زي البني اوادم. اوف خلاص انسدت نفسي الحين، لا ابي اكمل عنايه ولا ابي اكمل شيء. يلا عبال ما الصدر على شعري ساعتين شي زي كذا، بقعد اتابع مسلسلي واحط الماسك هذا. بس مشكلته انه يجفف البشره، فشعور مزعج، فبس بحط على اخر 5 دقائق. Neyi?